السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الرائعين في الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم، وأنا بسعد بالتواصل معكم والتحدث معكم عبر يعني التعليقات، وإن شاء الله أتمنى تكون الفيديوهات اللي بعملها مفيدة لكم، وأدعو الله بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله تنجحوا بأعلى الدرجات. عندنا درس اليوم فهم نظرية فيثاغورس. يعني ايه نظريه فيثاغورس؟ بدايه فيثاغورس ده عالم رياضيات اغريقي او من اليونان يعني قديما، توصل لبرهنه او لاثبات هذه النظريه. النظريه كانت موجوده من قبله، هو اول واحد اثبتها عرفت باسمه. ايه بقى نظريه فيثاغورس؟ نظريه فيثاغورس يا ابنائي خاصه بالمثلث القائم الزاويه، خاصه بالمثلث القائم الزاويه، يعني اي مثلث في زاويه قائمه. بتقول ايه النظريه؟ ندخل في الموضوع على طول. بتقول ايه؟ مساحة سطح المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية، الضلع الكبير ده اسمه الوتر، اسمه وتر المثلث. مساحة سطح المربع هنا مثلث قائم الزاوية زي ما انتم شايفين أطوال أضلاعه 3 4 5، زي ما انتم شايفين 3 مربعات و4 مربعات و5 مربعات، فهتلاقوا مساحة سطح المربع المنشأ على الوتر ده نص النظرية يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين اللي هم ضلعي القائمة. ضلعي الإيه؟ القائمة. اللي أنت شايفه قدامك، المربع الأصفر ده مساحته 3 في 3 في 9. لو جمعناه عن المربع اللي باللون الأزرق ده 4 في 4 16. هتلاقوه هو نفسه مساحة سطح المربع الكبير الأحمر ده 25. فعلاً 9 زائد 16 25. هي دي نظرية فيثاغورس. هذه النظرية صحيحة فقط للمثلث القائم الزاوي. المثلث القائم الزاوي. طيب هنعمل إيه النهاردة؟ بعد ما نعرف معنى نظرية فيثاغورس، إن لو عندي ثلاث أضلاع في مثلث أقدر أكتب ثلاث أضلاع في مثلث قائم الزاوية أقدر أكتبهم في صورة A تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع، أول حاجة هتيجي في ذهنك دلوقتي أنا هستفيد إيه من هذا الكلام؟ أول استفادة يا أبنائي، طبعا الفوائد كثيرة جدا، أول فائدة يا أبنائي إذا علمنا طول ضلعين في مثلث أقدر أحسب طول الضلع الثالث، أقدر أحسب طول الضلع الثالث. تعالوا نشوف مع بعض. استعمال نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الوتر. أطول ضلع في المثلث ده يا جماعة اسمه الوتر، والوتر لا تقال في المثلث إلا في المثلث القائم الزاوي. هنطبق نظرية فيثاغورس لو المثلث، لو الوتر ده سي طوله اكس، لسه قايلين دلوقتي ان اكس تربيع يساوي 8 تربيع زائد 15 تربيع. نروح بالاله الحاسبه او بايدينا نحسب ده، 8 تربيع 64 بلس 15 تربيع 225، ونحسب اهو اكس تربيع يساوي، نجمع اللي قدامك ده 64 بلس 225 ايكوال 289. فالاكس تربيع 289، الاكس نفسها سكوير روت اوف 289. روت ذا انسر gives you 17. اذا طول هذا الوتر 17. ده استخدام بسيط جدا نظريه فيثاغورس. تعال نشوف حاجه ثانيه. طبق فهمك، طول ساقي المثلث قائم الزاويه على التوالي 4 و5. يعني ساقي يعني ضلعين القائمه يا جماعه. ده لما دي الزاويه القائمه، دول هم دول الساقين، ده 4 وده 5. ما طول الوتر؟ يلا بقى اسال، الموضوع سهل دلوقتي، على طول سمي الوتر ده سي اكس او اي حرف، وقول اكس تربيع يساوي 4 تربيع زائد 5 تربيع. اكيد حاجه سهله وجميله، 16 زائد 25 يساوي 1 او 40، الاكس تربيع يساوي 41، اكس يساوي روت 41. ما تخافوش طبعا، ما فيش استخدام كالكوليتر للصف الثامن، لكن ممكن تسيبها كده عدد غير نسبي وخلاص. لو مش قادر تعرف ان هي about 6.5 او حاجه، اوكي يعني just leave it. يعني طبعا هنا نستخدم الكالكوليتر فقط للتدريب على الحل، ما تخافوش في الاختبارات الموضوع يختلف، دايما هيديك عدد يقبل تقدر تجيب له الاجابه. لا طلعت 6.4 تقريبا. المهم يا جماعه الأقرب رقم 10 1 6.4. قد إيه الأمور سهلة. أول طول الضلع المجهول، لما يكون الضلع بقى يا جماعة أحد أضلاع الزاوية القائمة، ابدأ بقى بالضلعين دول مع بعض، ابدأ بالضلعين دول. يعني إيه؟ أقول إكس تربيع زائد 8 تربيع يساوي 14 تربيع،
ونحل عادي خالص زي ما انت عارف، اكس تربيع زائد 64 يساوي 14 تربيع 196 ام ماينس 64. شوفوا حل المعادلات اللي تعلمناها ينفعنا الان، شايفين قد ايه الامور سهله. سو اكس سكويرد ايكوالز 2 وهنا 9 ماينس 63 100، واجيب بكل بساطه جذر التربيع 132 نعملها بالاله الحاسبه او نقربها. طبعا العدد ده 11 بوينت سمثينج يعني، لانه اصغر من ال 144 طبعا 11 بوينت. I think it's 6 or 7 I don't know. عملوها انتم بالاله الحاسبه وكملوها. تعالوا نشوفوا سؤال اخر. في التمرينين 7 و8 اوجد طول الضلع المجهول على طول، هقول لكم المعادله وانتم كملوا. نقول كده ابدا على طول بالضلع المجهول. نحن نتعلم من الرياضيات، اذا كان عندي مشكله ابدا بالمشكله على طول، ما اقعدش الف وادور حواليها، لا اروح اشوف المشكله دي اسبابها ايه وابدا بيها. يعني انت عندك بي مش عارفه، ابدا بيها. بي تربيع زائد، دايما يا جماعه ضلعي القايمه دول اللي بيتجمعوا مع بعض، ركز، وده الوتر دايما لوحده. فبي تربيع زائد 6.2 تربيع يساوي 8.7 تربيع. شوفوا قد ايه الامور سهله وجميله. هنطرح 6.2 تربيع من كل طرف، 6.2 سكوير. فبي تربيع دلوقتي يساوي 8.7 squared minus 6.2 squared. معلش هنستخدم الآلة الحاسبة لسهولة الحل في هذه المسائل، ونكتب مع بعض 8.7 squared minus 6.2 squared. The answer is 37.25. This is the b squared. طبعا كلنا عارفين ال b هنا جذر هذا العدد 37.25. نروح نحسبه. square root of the answer gives you about 6.1. okay. هنا سي هو المجهول ابدا بيه على طول، سي تربيع يساوي، دايما بدات بالوتر تقول سي تربيع يساوي 32 سكويرد بلس 62 سكويرد وتحل. يلا كملوها يا ابطال كملوها، بعدين خد الجذر التربيعي عشان تجيب سي. في المثلث رقم 9 عندنا ما طول الوتر المثلث اذا كان اكس يساوي 15. هنروح نعوض عن اكس ب 15، 3 في 15 ب 45، انا عندي الضلع دلوقتي 45، ونروح نحسب 4 في 15 زائد 4، شوف هنحسبها 60 زائد 4 64. بقى عندي الضلعين على طول نسمي الوتر اكس ولا اي حرف ونبدا نحل على طول. So x تربيع يساوي 45 squared plus 64 squared. X تربيع يساوي، ونحلها بطريقة بسيطة، 54 45 squared plus 64 squared gives you 6121. And the x is the square root of 6121 is equal to about 78.2 about it. أقرب جزء من 10. شوفوا قد إيه الأمور سهلة خلاص. ننفذ بقى نظرية فيثاغورس. تعالوا نشوف مهارات التفكير العليا المسألة السهلة دي ونختم بيها درسنا. طول ضلعي مثلث قائم الزاوية 12 و14، أذكر طولين ممكنين للضلع الثالث. الحقيقة أنا أول حاجة نفكر فيها إن الضلعين دول هما ساقي المثلث أو ضلعي القائم، يعني لو مثال رسمنا مثلث قائم الزاوية وحطينا عليه 12 و14، فطال الضلع الثالث ده هيكون كام؟ فنقول مثلا سي تربيع يساوي 12 تربيع زائد 14 تربيع ونحلها. نشوف طبعا عندنا طبعا 144 بلس ال 14 196 ونجمعهم مع بعض 0، وعندنا 3/4. اوكي 144 بلس 196 نتاكد 3/4. بعد كده هنقول ان السي هي جذر العدد، جذر 3/4 طبعا ده عدد غير مربع، ليس مربع كامل. يعني ايه هيطلع ده يعني عدد غير نسبي اقصد، لما نيجي نحله about 18.439 about 4. الاحتمال الثاني يا جماعه ان يكون ال 14 العدد الكبير ده هو الوتر. طبعا ما ينفعش اقول 12 هو الوتر، 14 هو الوتر و12 ده ضلع القايمه الاخر، هو في باقي ضلع قايمه ثالث اللي هو الاكس اقدر اجيب اهو اكس تربيع زائد 12 تربيع يساوي 14 تربيع.
يعني الإكس تربيع هي 14 تربيع ناقص 12 تربيع عبارة عن 14 تربيع ناقص 12 تربيع هيساوي 52. فالإكس تربيع هنا 52 ومنها إكس يساوي جذر 52 يساوي 7.2 or something root 52 is equal to 7.2. دي بكل بساطة يا أبنائي نظرية فيثاغورس، إذا هي علاقة بين أضلاع المثلث القائم الزاوية، وبتقول دايما لو الأضلاع بتاعتك هي A وB وC فإن A تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع. أنا بشكركم، أتمنى تكون الأمور واضحة وأراكم على خير.